السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في الكورس ان شاء الله. الفيديو ده هيتكلم عن المديول ستراكشر والكونسبت بتاعه. زي ما احنا قلنا قبل كده، المديول هو عبارة عن مجموعة من الكونسبتس او الحاجات مرتبطة ببعضها تحت مسمى واحد. يعني مثلا عندي كل حاجة خاصة باليوزر تتحط في مكان واحد اللي هو الموديولز. يعني مثلا الاجاكس ريكويست بتاعته، ان هو اللوجن ولا لا، البيجز بتاعته، الكومبوننتس، السيرفيسز، الحاجات دي كلها بتتحط في مكان واحد تحت اسم واحد، فعشان كده اسمه موديول. فدي البوينت او دي الفكره اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله في البروجكت ده من اوله لاخره. طيب الموديول اللي عندنا يعني نسبيا او غالبا هتكون من ايه؟ اول حاجه الكومبوننتس بتاعتي. انا هيبقى في عندي دايركتري او فولدر اسمه كومبوننتس، ده هيكون فيه كل الصفحات والكومبوننتس الخاصه بالموديول دوت اللي هتعمل لها ريندر في الدوم. يبقى في عندي فولدر تاني اسمه سيرفيسز، ده بحط فيه كل الاجاكس ريكويست بتاعتي اللي انا هشتغل عليها ان شاء الله. في عندي ميدل وير، لو انا في عندي الموديول دوت محتاج ميدل وير، مثلا حاجه زي اليوزر محتاج، مثلا لو شغال ادمن داشبورد محتاج اتاكد ان هو عامل لوجن ولا لا، محتاج اتاكد ان هو معاه بيرميشنز ولا لا، فاعمل فولدر اسمه ميدل وير احط فيه كل الميدل ويرز بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. في عندي فولدر تاني اسمه هيلبرز دايركتري، ده بحط فيه الفانكشنز او الكلاسز اللي بتسهل عليا او بتساعدني في الموديول ده. طيب في عندنا كمان فايلين اساسيين، فايل اسمه سيرفيس بروفايدر وفايل اسمه راوتر. السيرفيس بروفايدر ده يعتبر الانتري بوينت بتاع الموديول بتاعي كله، يعني الموديول بتاعي كله هيشتغل من خلال الفايل ده. وان شاء الله لما يعني نتكلم في الفيديو اللي بعد الجاي باذن الله عن السيرفيس بروفايدر هنشرح هو ايه فايدته وليه بنستخدمه، بس حاليا اللي انت محتاج انك تعرفه ان هو الانتري بوينت بتاع الموديول بتاعي. اخر فايل عندنا لغايه دلوقتي، خدوا بالكم البروجكت او الكورس هيبقى انكريمنتال، يعني انا قدام ان شاء الله لو في حاجه هنحتاج نزودها او نعدلها هيبقى هنعملها ان شاء الله باستمرار. اخر فايل عندي اللي هو الراوتس، ده احط فيه كل الراوتس بتاعتي الخاصه بالموديول ده، يعني مثلا راوت للوجن، راوت لليوزرز، راوت للبروفايل وهكذا، ده بحط الموديول بتاع اليوزرز يعني. طيب كفايه كده كلام، تعالى نرجع ده البروجكت بتاعنا اخر مره اتكلمنا فيه. ده كان الفايل اندكس، تمام. ده فايل رياكتور، احنا ممكن بس نمسح هنا، عايزين خليها ورك اوف لاين عشان عجبني الاسم ده اكتر. نقفل الفايلين دولت، تعالوا نعمل فولدر مثلا سورس، نعمل فولدر جديد اسميه مثلا يوزرز، ده هعمل جواه فولدر اسمه كومبوننتس، فولدر تاني اسمه سيرفيسز، وفولدر تالت اسمه هيلبرز. دي الفولدرات اللي انا محتاجها، وهعمل فايل اسمه سيرفيس provider.js، وهعمل فايل كمان اسمه routes.js. فتعال نبص كده على الفولدر حتى شكله عامل ازاي هنا. سوري users components helpers service او services routes و service provider. بس كده اعتقد ده اللي احنا نحتاجه دلوقتي في الجزئية الخاصة بالموديول. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الرياكتور اللي هو الابلكيشن مانجر او الكور بتاعي، ده اللي هو هيمانج الدنيا كلها. وبعد كده ان شاء الله نتكلم عن السيرفيس بروفايدر ونبتدي نشتغل فيهم واحدة واحدة، ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.